صباح اهلا وسهلا على القناه. اليوم بدنا نتحدث عن الهاتف الجديد من شركه اونر، اسمه الاونر ماجيك 4 برو. اول شيء اعلنت عنه الشركه هذا ب MWC، بس اخيرا هلا صار موجود بالسوق. حنتحدث عن كل المميزات الحلوه فيه لهالتليفون وكل الشغلات اللي لازم تعرفوها اذا عم بتفكروا تجيبوا هالتليفون من شركه اونر. وبالنسبه لي انا صار لي مده طويله مشاير تليفونات اونر بقلب الجوجل بلاي سيرفيسز، عشان هيك متشجع كثير عليه لهالتليفون. يلا انا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا الاشتراك. خلينا نتحدث على الاونر ماجيك 4 برو. عملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. قدامنا كل الأغراض اللي بتجي بقلب العلبة، عنا الأونر ماجيك 4 برو اللي جاي هون، عنا الشارجر اللي بيجي بقلب العلبة 100 واط موجود عليه، الشريط تبعه اليو اس بي سي لليو اس بي اي، عنا التليفون مثل ما شفنا من قبل 4600 ملي أمبير البطارية، الكاميرات الموجودة حلوة، السناب دراجون 8 جن 1، عندنا عدة شغلات حنتحدث فيها مزبوط، ومثل ما شفنا بيعطونا كمان غطاء بقلب العلبة. الشارجر والشريط والغطاء بيجوا بقلب العلبة، والتليفون مثل ما عم تشوفوا شكله كتير حلو. هذا هو التليفون الاونر ماجيك 4 برو. عندنا البطاريه الموجوده هون 4600 ملي امبير، فينا نشارجها بالعلبه مثل ما قلت لكم بالشارجر اللي بيجي بقلب العلبه 100 واط عليها البطاريه. الحلاوه كمان في عندنا موديل، عده موديلات. الموديل اللي معي انا 8 جيجا بايت رام و256 ستورج، فينا نطلع ل 12 جيجا بايت و512 ذاكره اذا بدكم تشتروا هالموديل. فينا كمان نستعمل الوايرلس 100 واط وايرلس موجود مع الشارجر اللي بتبيعه شركه اونر، مش من الشارجر العاديه. بعرف على ليلي اذا بتشتروا بقلب العلبه بيعطيكم الشارجر، وهذا بيشارجنا تليفون على 100 واط بسرعه كتير كتير منيحه. الحاسوب موجود هون 8 جن 1 من كوالكوم، كتير كتير منيح. ومثل ما قلت لكم عن عدة شغل، فينا كمان نعمل وايرلس تشارجنج عادي وريفرس وايرلس تشارجر لنشارج شغلات تانية منه للتليفون. الكاميرات الموجودة ورا عنا 4 كاميرات و3 كاميرات تكنيكلي. أول كاميرا حتكون 50 ميجا بيكسل، هيدي الوايد بتعطينا الكاميرا الأساسية 50. الكاميرا الثانية على اليمين حتكون الألترا وايد، حتكون 50 مرة ثانية. والكاميرا اللي موجودة بالنص هيدي التلفوتو 64 ميجا بيكسل، بتعطينا صور كتير منيحة على التلفوتو. آخر شيء عنا تايم أوف لايت سنسور والدول تون LED فلاش. لما بنقرب التليفون لقدام عنا شاشة هون 6.81 AMOLED شاشة، ومعمول عليها QHD على 120 هرتز، شغلة كتير منيحة. عنا الفينجربرنت سنسور الموديل الجديد من شركة كوالكوم. الكاميرا الأساسية 12 ميجا بيكسل، وعنا الكاميرا اللي جنبها بتعطينا الفيس انلوك اللي بنقدر نستعمله لنعمل انلوك عليه للتليفون، وهيدي بتكون أحسن من لما بنستعمل بس الكاميرا الأساسية اللي موجودة قدام. هيدي معمولة خصوصيا 3D فيس انلوك عليه لهالتليفون، كتير كتير منيح. الشاشة كيرفد معمولة على اليمين وعلى الشمال، عنا الطعجات على اثنيناتهم، عنا سماعات سبيكر واحد فوق واحد لتحت، الاثنين سيم كارد نقدر نحطهم بالتليفون لتحت، واليو اس بي سي لنعمله تشريط والصوت، الباور بتن والفوليوم راكر على اليمين، على الشمال ما عنا شيء. لفوق قبل ما انسى عنا كمان الريموت كنترول لنقدر نسيطر على التلفزيون تبعنا موجودة هونيك، ومعنا ميكرو واحد زيادة كمان للكاميرات، عنا 3 ميكروات لنقدر نعمل صوت كتير منيح منه لهالتليفون. السيستم الموجود عندنا هون معمول على اندرويد 12، عم نستعمله مسميينه الماجيك يو اي او ماجيك يو اي 6. سو التليفون حيمشي على اخر شيء، عندنا كل التطبيقات الموجوده على اليمين، على الشمال عند الجوجل فيد. النظام بيمشي مع الاب درور ولا من غير الاب درور؟ اذا بتحطوا الاب درور بتغيروه، بدكم ترجعوا تظبطوه. انا مزبط كل شيء من هون. وعندنا كمان نظام نحط الفولدر الكبير والصغير، الجوجل سيرش، التوقيت، عندنا التقنيات اللي بدنا نحن نستعملها من فوق هون. ال 5G موجوده عندي هون بامريكا، هذه شغلة كتير مهمة لي أنا، إنه رغم إنه هالتليفون معمول من دول أوروبية بيقدر يجيب لي 5G على AT&T على تي موبل، وفيكم تستمتعوا فيها مزبوط إذا عم بتسافروا جايين على أمريكا ولا بدكم تستعملوه بأوروبا. إذا بدكم توفروا بطارية شوي فيكم تستعملوا الاختيار هون، بتطفوا 5G والتليفون بيمشي على 4G LTE، بيمشي كتير منيح. عندنا السكرين ريكوردينج، الوايرلس بروجكشن حلوة كتير، كمان حنتحدث عنها شوي. باور سيفينج، ديفايس كنترول، عندنا كل الشغلات اللي بنحتاجينها مزبوط. والاونر شير لنبعث معلوماتنا بين التليفون، وإذا عندكم الكمبيوتر تبع اونر كمان بيمشي معكم مزبوط. آخر شيء كل هالشغلات تمشي مزبوطة. خلينا نتحدث شوي عن الكاميرات. مثل ما قلت لكم الامكانيات الموجوده هون حتكون كتير منيحه. نقدر نسجل 4K 60 فريمز بير سكند، احسن شيء على الفيديو موجود هون على الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا، وفينا كمان نسجل 4K 30 فريمز بير سكند على الكاميرا الموجوده قدام 12 ميجا بكسل على التليفون، كتير منيحه وحلوه حلوه. عندنا فوتوغرافي، عندنا البورتريت، النايت مود، عندنا الابرتشر كمان فينا نستعملها لنعمل البوكي، بنستعمل التايم فلايت سنسور الموجود ورا. عندنا الموفي مود، فينا نسجل نعمل لوج فيديو اذا بتحبوا تعملوا انتم باللوج، نستعمل اللوج الالوان بالفيديو بتكون ممحيه شوي، ولازم تستعملوا اديتنج سوفت وير حتى تقدروا تطلعوا الفيديو مزبوط. شو هيدي مهمه تحطوها، فيكم كمان تعملوا سلو موشن، فيكم تعملوا عده شغلات حلوه. البرو مود للفيديو للصور مثل ما بتعمل الموفي للفيديو، بتقدروا تظبطوا كل الشغلات اللي بدكم اياها. عندنا سلو موشن، بانوراما، تايم لابس، دوكيومنت، الماكرو، القصه ولا ستوري، الهاي ريزولوشن،
بتخلينا نستعمل الكاميرات ثلاثتهم الوايد الالترا وايد والتلفوتو على كل قوتهم بال 64 و 50 و 50 معناته ما عم بيعمل لا زوم ولا شيء، بتستعملوا كل قوه الكاميرا اذا بدكم تاخذوا صور كثير كثير منيحه وكثير كبيره. خليني اعطيكم مصه هلا عن الكاميرات الموجوده قدام وورا على الانر ماجيك 4 برو. هلا بلشنا اول شيء بالكاميرا الاساسيه الموجوده قدام، عندنا 4K 30 فريمز بير سكند، هذه شغله كثير منيحه. اللي بيعجبني فيها انه على القليله عندنا ال 4K 30، مش انه موجوده مثل ما بنشوف ثلاث ارباع التليفونات الصينيه بيكون عندنا بس 1080p. شغله ثانيه الاهم فيها شيء هون، فينا نعمل 4K 60 من الكاميرا الموجوده ورا، عشان هيك هذه بتكون مصره من قدام من الصوت والصوره. خلينا نقبلها ورا هلا. هلا عم نستعمل الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا على ال 4K 60 فريمز بير سكند. الشغله اللي لازم نعرفها انه اذا بدنا نستعمل الالترا وايد ما فينا نصور ال 4K 60، فينا نعمل 4K 30. هذه شغله مهمه. واذا بدنا نعمل للزوم عليها هلا نحن بنستعمل الكاميرا، هذه حتكون ديجيتال مش عم نستعمل التليفوتو لينز. بس الحلاوه فيها انه على اللي فينا نصور 4K 60، ما عندنا 8K، ما بعرف ليه بس يمكن معقول يعطونا اياها بالمستقبل. يلا هذه خبره الصوت والصوره من الماجيك 4 برو. مثل ما شفنا الصوت كثير منيح، سوري مثل ما شفتوا الصوت والصوره كثير منيح، والميكروفونات مثل ما قلت لكم عندنا ثلاث ميكروفونات موجوده عليه للتليفون حتى يقدر يمسك الصوت مزبوط، ورغم انه كان في هواء حوالي ضل الصوت يطلع كثير منيح منه للصور هونيك. هلا خلينا نلعب الموسيقى عليه لهالتليفون. عم نلعب جامبو أليكس كريندو من NCS ريليس، مثل ما تسمع على الغنية دايما دايما هنعملها 100% على الفوليوم. خلينا نبلش. صوت كتير منيح، ما عنا اي اشكال هون، منه كتير عالي بس الصوت كتير واضح وعنده بيس منيح، معناته بيطلع الصوت الكواليتي تاعيته للصوت يكون منيحه، بس ما حتكون اعلى صوت موجود بالسوق. منيح للفيديوهات، كتير كتير منيحه بالالعاب، حنتحدث عنها بعد شوي. مثل ما خبرتكم اول شيء انه الامكانيات كلها موجوده فيه للتليفون هون، بتفوتوا على السيتنج، لما بفوت تحت الهوم سكرين الوال بيبر فينا نغير عده شغلات هون، اللي بنقدر نغير نزيد الاب درور ولا نخليه من غيره، الوال بيبر، الايكون، الماجازين، الاولويز اون ديسبلاي موجود عندنا كمان، وتحت الديسبلاي والبرايتنس فينا نغير عده شغلات، الفريم ريت بوستر والسكرين ريزولوشن تاعتنا فينا نعملها اثنيناتهم على الاوتوماتيك. سكرين ريزولوشن معناته اذا بدنا نعمله على الكيو اتش دي اعلى ريزولوشن، يا اما على 1080p ولا يا اما 720p، بسبب حجم التليفون الارقام مثل ما عم تشوفوا بتكون هون 1312 1148 وكمان بتكون 984، سو هدول عده ريزولوشن اللي بنقدر نطلع فيهم. حاطينهم هني على الاوتوماتيك، فيكم تخليوها بتوفركم بطاريه. إذا بدكم تضبطوا كمان الفريم ريت عليها للشاشة، فينا نوصل على 100% تاعتها 120، يا إما بنثبتها على 120، بنثبتها على 90، ولا بنثبتها على 60. أنا خليتها على السمارت حتى تقدر تعمل لي الأوتوماتيك، ومثل ما بتشوفوا كل شيء بيمشي مزبوط، ما عندنا إشكال لما بنستعمل الشاشة والبطارية بتضايقنا كتير كتير مدة طويلة عليها للتليفون. طيب هلا خلينا نتحدث شوي كمان عن الإمكانيات تاعت الجيك بنش تاعتنا عليها للتليفون. التليفون لما بتفتحوه بتطلعوه من الأربع البي في عنده ثراتلينج، معناته ما عم بيستعملوا قوة الحاسوب 8 جن 1 على كل قوتها. لما بنعمل الجيك بنش بيطلعنا 1132، لما بعمل التربو اون معناته بيمشي 100% على الحاسوب 1215، ولما بنعمل على الكمبيوتر نفس الشيء من 5833 لل 5938 ليمشي الحاسوب مزبوط على كل قوته. شو شغله لازم تعرفوها اذا عم تستعملوه وعم تعملوا اديتنج بتكون تستعملوا كل قوته لهالتليفون، فوتوا على السيتنج تحت البطاريه فيكم تظبطوها. هلا السبيد تيست عندي بامريكا هون، بدكم تعرفوا على اللي بامريكا على الاي تي ان تي اعطتني ال 5G مثل ما عم تشوفوا هون كل الامكانيات، تقريبا 88 تنزيل و17 لفوق اعلى شيء طلع لي، وما بيكون عندكم اي اشكال. بعتقد هيدي السرعات كتير كتير منيحه رغم انه منها بالميه، بتضلها تمشي كتير منيحه عليه للتليفون. مثل ما عم نشوف هون حاطط الكول اوف ديوتي موبايل، خلينا نوطي الصوت هون حتى ما يرجع لنا اي كوبي رايت سترايك. كل التطبيقات حتمشي مزبوط، الشاشة كتير منيحة كتير كبيرة، والسماعات موجودين بموقع مزبوط، هيدي لفوق على اليمين ومن هون على الشمال موجودة بالنص. الشغلة الوحيدة بقولكم انه الصوت طالع من السماعة اللي على الشمال، بعتقد نفس الصوت بيطلع من السماعة لفوق. لما بحط اصبعي على السبيكرز تاعتهم بضل يطلع صوت من الشمال، لانه هون عندنا الفتحة تاعت الاير بيس تاعته للتليفون. سو ما تنسوا هالشغلة على قليل بتقدروا تعرفوا انه بيمشي مزبوط. هلا خليني اعطيكم مصدر هلا عن هاللعبتين الببجي موبايل والكول اوف ديوتي موبايل على الانر ماجيك 4 برو. Contact.
سو مثل ما شفتوا الالعاب حيمشوا كتير منيح، ما عندنا اي اشكال. الكاميرات الموجوده هون كمان بتعطينا خبره وامكانيات كتير حلوه. الكاميرا الاساسيه مثل ما قلت لكم 50، الثانيه 50 كمان على الالترا وايد، و64 على التليفوتو. هلا هيدا الفيديو ما حيكون المراجعه تاعيته للتليفون لانه ما صار لي كم يوم معي لهالتليفون، بس بدي افرجيكم شويه مصدر عن الصور منه لهالتليفون وكيف بيطلعوا. بالنسبه لي انا مبسوط كتير منيح، عندنا ال 4K 60 موجوده ورا وال 4K 30 لقدام، وعندنا الامكانيات نقدر نوصل على شغلات كتير بعيده منه، ومش بس هيك فينا كمان نطلع نفتح. والحلاوه فيها انه فيكم تسجلوا ال 4K 60 من اي لمزه موجوده لورا. الشغله لازم نعرفها انه انتم عم تعملوا الفيديو، التليفون بيستعمل بس الكاميرا الاساسيه ال 50، ما بيستعمل التليفوتو. ما بعرف اذا حيغيروها بالتجديد بعدين، بس لهلا اذا عم بلشت الفيديو ولا فتحته كل ما بعمل زومينج عليه للفيديو عم بيضل يستعمل الكاميرا الاساسيه ال 50 ويعمل زوم منها. على الصور فينا نستعمل ال 64 لما ننط على ال 10x ال 10 الزوم تاعيته للتليفون، ساعتها الكاميرا بتقرب على ال 64، الكاميرا ال 64 ومن هونيك بتقدر توصلنا لل 100x. الصورة ما بتكون واضحة مثل ما من شايفينها من قبل، بس على الأقل بتقدر تشوفوا من هون لما نستعمل عدة صور، الصور بيطلعوا أحسن بكتير على 64. بس أنا بالنسبة لي هلا على القليل إنه شركة أونر عم تستعمل مثل ما شفتوا جوجل بلاي سيرفيسز، صار فيكم تنسقوا الحساب تبعكم عادي، ما في أي إشكال، كل التطبيقات اللي بتكون تستعملوها حتمشي مزبوط، فيكم تنسقوا تطبيقات من جوجل بلاي ستور ولا أي محل بتكون إياه، بس على القليل عنا الإمكانيات كلها اللي كنا نحن نشوفها بتليفونات أونر رجعت، وهذا تليفون فلاج شيب ما في مثله. شكرا جزيلا لشركة أونر أن بعتولي التليفون لأستعمله شوي، حيكون في عنا مراجعة قريبا إن شاء الله على هالتليفون. خبروني تحت قولوا لي شو رأيكم فيه لهالتليفون، هل أنتم معجبين فيه؟ هل أنتم معجبين بشركة أونر مثل ما كانوا بالزمانات وعم بيرجعوا هلأ شوي شوي؟ وإن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. شكرا جزيلا على كل الناس اللي من الاشتراك، مع السلامة.